شارك وفد من السلطة التشريعية في منتدى البرلمانيين الشباب المنعقد حاليا في جنيف، وذلك ضمن أعمال الجمعية 35 بعد 100 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي. لإلقاء الضوء على ما خلص إليه هذا المنتدى ينضم إلينا مباشرة من جنيف سعادة النائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، أهمية منتدى البرلمانيين الشباب تحديدا في هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالنسبة عن أهمية منتدى البرلمانيين الشباب، هذه هي تقريبا السنة الثانية التي يعقد فيها هذا المنتدى، ومملكة البحرين وجميع دول العالم ممثلة في هذا المنتدى. هذا المنتدى بالتحديد يناقش مسألة تمكين الشباب من العمل البرلماني والوصول إلى القبة البرلمانية، وهو منتدى حديث، والآن لازلنا نناقش التشريعات الكفيلة وأيضا الدعم اللوجستي الكفيل بإيصال الشباب إلى قبة البرلمان وتعزيز قدرتهم على إيصال صوت المواطنين في بلدانهم. نعم، هل تقدمت مملكة البحرين بأي مقترحات ربما تكون أو تصب في تطوير عمل الشباب خاصة في يعني في القطاع البرلماني؟ خاصة وأن مملكة البحرين وبحسب يعني دراسة بريطانية قد احتلت المرتبة 41 في الاهتمام بالعنصر الشبابي. في الواقع نعم، لقد استعرضنا التشريعات الداعمة للشباب في مسألة التمكين البرلماني، وكما تعلمون جميعا أن التصويت للترشح للبرلمان 20 عام والترشح للبرلمان 30 عام. نعم. ونحن الآن نسعى أن نجعل التصويت يكون 18 عاما لإشراك مزيد من الشريحة الشبابية في مسألة التصويت والتثقيف السياسي. هذه إحدى الأمور التي تم طرحها اليوم في منتدى الشباب، وأعتقد أنها مسألة ممكن أن تنعكس إيجابا على مملكة البحرين إذا ما جرى بحثها في البرلمان البحريني. نعم، سعادة النائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب، كنت مباشرة معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.